هي كلمة. أنا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو طبقت السما على الأرض. هكسر لك راسك الناشفة دي. أنت عايز تفضحينا من الخلق؟ أنا قلت كلمة ولا يمكن أرجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجالة، فاهمة؟ يا عمي أنا مرة بـ 100 راجل، وأنت عارف كده كويس، ولا نسيت أنا جابت مين؟ أنا بنت كبيرة طراشنا الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي، ويرحمنا منك عاد. اسمعي، أنا الكبير دلوقت، والكلمة كلمتي، والشورة شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وموال. يا حكمة، دياب دهزن الرجال وملوى هدومه، وألف واحدة تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. أنا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبيناتهم. وأنا لعبة في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها، مش كفاية ورث أبويا اللي حرمتني منيه. وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمة، وعدي الليلة دي على خير. عمك صادق في مقام أبوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عارف فيك يشتري جرة. ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب، على الاقل هيبقى ظهرك وسندك، ويعرف يجيب لك حقك من ورث ابوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبه. انا موافقه، بس عشان يجيب لنا حقنا. وانا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يد بيده وفي مقام اخويا الكبير. يبارك فيك حتى النايب. نايب ده ايه عاد؟ احنا من دلوقتي جينا اهل، انا بقيت عمك زي ما انا عمي حكمة تمام. ان شاء الله. مش هوصيك على حكمة، انت بنت اخويا الكبير الله يرحمه، تتحط على الجرح كتير. فما يا صادق بيه، بنتكم في عينينا التنين، ما شالتهاش الارض، شلوها فوق راسنا، دي بقي بيتنا دلوقتي. طبعا احنا بقينا عيلة واحدة، واتحدنا جوه. مين يستجري هو بلاحينك؟ تفضل يا كبير، تفضل. تفضل، تفضل. ألف مبروك يا ولدي. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا دياب. مبروك يا كبير. مبروك يا دياب، مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا عرشنا، ألف مبروك. اليوم مبروك يا أبو الأسد. مبروك يا عريس، ألف مبروك. من النهارده بقى لي إخوات رجالة كبار. مين ده؟ مبروك. أخو عروستك. وخال عيالك اللي حييجوا. اهلا اهلا بيك. مبروك مبروك يا ابو نسر. مبروك، الف مبروك يا سيدي الناس. على ايه؟ على الجوازه يا سيدي. والله ولا عارف ان كانت جوازه ولا جنازه. كت علي حيدا النهارده عريس. مبروك عليك يا عريس. قول لي يا اخوي. قول، هي العروسه حلوه ولا على ما قصهم؟ قلت لك اطمن، ابوك ما ينقلكش حاجه عفشه واقف، وبعدين مرتك فوق عايز جنب اخواتك البنات، طلع لها. يا يا عريس ايه بلك انت؟ ابوك لو لمح القزازه دي حيطين عيشتك. ما هو عارف احنا قاعدين بنعملوا ايه. بنعملوا ايه يعني؟ ده خمره حرام يعني. هي بس الخمره اللي حرام، يعني اللي عمله ابوك حلال قوي. بزيادك يا جابر خلينا اشرب عشان انسى. تنسى يا عاد؟ انسى الجوجل اللي جوزته هاني انت وابوك. همل داي وقوم، اهل العروسه مستنيين ياخذوا البشاره. قوم يلا، قوم يا عريس، دي الليله ليلتك. ليلة سودة ومطينة الطين. الله يسامحك يا ابوي، دياب البطاش يوقع الوقع المطينة داي. كلنا ليه ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فلقة القمر دي انت مين؟ حكمت. حكمت مين؟ مرتك. مرتي؟ ايوه. تحب اوريك الجسيمة؟ لا انا ما سكرانش، انا ما سكرانش. امال امال مين بوز الاخت اللي كانت واقعه على الشباك دي؟ دي ستوته الماشط. ماشطة؟ ربنا يحرقها، دي كانت حتضيع علينا الليله كلها. ليه؟ لهو انت افتكرتها؟ افتكرتها انت وقفلت من الدنيا والدخل كله بسببها. يا مسكين. بس ملحوقة حكمت. انت حلوة قوي. معقولة في بنات حلوين كده بلدنا؟ بلدنا فيها الخير كتير، لكن عيالها اللي زيك سايبينها ومش دارين بيها واصل. صح. بقول لك ايه، ما تيجي ما تيجي في باطي هبابي. لا ايه في ايه؟ مش دلو يا بنت، مكسوفه مني ولا ايه؟ ده انا جوزك. على الورق بس. قصدك ايه؟ ما فهمش. يعني كل شيء بتوعي. بس النهارده فرحي ودي دخلتي وده حق الشرعي. كل شيء بالخناق الا الحاجات دي بالاتفاق. طب ما تيجي نتفقوا يا بنت الناس. تعالي. مش دلو. امال ميتة. لما يأذن ربنا وتنفذ اللي في راسي الأول. وايه اللي في راسك يا بتقولي؟ ترجع لي ورثي اللي نهبه عمي صادق به بعد موت أبوي. وقت وقته دلوقتي. اعجلي يا حكمت وخلي الليلة دي تعدي على خير. لا أنا ما هبقاش حلالك وخدمتك ومرتك غير لما ترجع لي ورثي اللي نهبه عمي. قدري نصيبك من ورث أبوكي وأنا أديهمك من جيبي. لا أنا عايزة ورثي من جيب عمي. وحنقعد أخواتك ديه لحد ما أجيب لك ورثك من عمك؟ والله أنت وشطارتك. يا دي اليوم المطين بطين. والله ورجعت لأصلك يا ابن بتعة الكتعي ولبست اللاسة والجلابية. من فات قديم وتاه يا مصطاي. إلا بالحق أنت منين؟ بقال أكتر من سنتين أعرفك ومعرفش نقبك من إيه؟ نقبي ولا نقبك اللي هيطلع على شوني؟ شكلك كده زرع أسفلت، مالكش أصل واصل. هو عليك. أنا تقول عليا كده؟ أني فلاح، فلاح ابن فلاح من كفر الشيخ. كفر الشيخ. أيوة. أجدعناه. طب والمنديل؟ وهلك اللي برا عاوزين يطمنوا عليك، أقول لهم إيه؟ قول اللي تقوله، أنا ما يهمنيش حد واصل. هو اليوم باقي من أوله. اسمع يا وهدان. أوامرك يا سيدي. عاوزك تجيب لي سكينة وفروجة صاحية ووعاك حد يلمحك. وانت عاوز الفروجة في ايه يا سيدي؟ عشان اذبحها لمرتي بدل القطة. بسة يعني؟ ايوه يا زفت انت. طب ما انا ممكن ادور لك على بسة. لساك حتدور؟ جاتك ضربة تفك لحم صدرك. وهدان اوعاك حد يلمحك او تعوق. نازل يا حبيبتي، مش عايزه حاجه؟ ايوه يا زوز. سوري يا حبيبتي والله، معلش نسيب. لا تعال، عايزه اكلمك في حاجه. امور يا حبيبتي، في ايه؟ الدخله دي ما بحبهاش. حرام عليك. بص بقى، فاكر نجوى صاحبتي مرات المقدم ماجد؟ مالها؟
اصلها هي وجوزها كانوا حاجزين شقه في مشروع الشرطه القديم واستلموها شطبوها وعرضينها للبيع. ابو حلمان قالوا لك عايز مصر. بالراحه عليا يا زوز، ما انا جايه لك في الكلام اهو. اللي انا بتكلم فيه ايه رايك ان احنا كمان نعرض شقتنا اللي في المشروع الجديد للبيع؟ وبعدين ونكمل على ثمنها ونشتري شقتهم المتشطبه وننقل فيها. ليه يا حبيبتي؟ عشان نبطل ندفع فلوسنا في ايجار جديد زي ما احنا بنعمل دلوقتي. بصي، هو كلام معقول من ناحيه النظريه، بس عمليا اشك. ليه بقى يا زوز؟ لان اكيد صاحبتك طالبه اوفر، دي مستلمه ومشطبه كمان. لا دول لسه عليهم اقساط. اديكي قلتيها، يعني هندفع لها ثمن الشقه والاوفر ونكمل الاقساط. يا حبيبي ما هم الاقساط بتاعتهم اقل مننا بكتير، وبعدين الاوفر بتاعهم 50,000 بس. بس؟ بس. والله انت حلوه قوي. انا عارفه. بص، انت لازم تفهم الموضوع، هم دلوقتي مزنوقين ومحتاجين يبيعوا شقتهم، احنا لو حاولنا نبيع شقتنا هنبيعها اسرع منهم بكتير، لاننا في الدور التاني. امال هم شقتهم في الدور الكام؟ فوق خالص، اخر دور. ده انت ناوي تقطع نفسنا بقى؟ والله العظيم ما عايزه اقطع نفسنا، انا عايزه اخلص بس من الايجار الجديد اللي احنا بندفعه كل شهر، ونفسي نقعد في شقه ملك. ايوه بس هنجيب منين ال 50,000 دول يا امان؟ مش انت لسه ليك نصيب في ورث مامتك في بيت الحلميه؟ ما انت عارفه البيت معروض للبيع من فتره ومفيش مشتري مناسب لحد دلوقتي، واكيد مش هنبيعه باي سعر. يا زوزه بقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما الشقه تطير مننا. خلاص بص، انا هقول لك حاجه، انا هحاول استلف من ماما وانت تحاول تستلف من حاج، ايه رايك؟ خلاص سيبي الموضوع ده وانا بفكر فيه. سلام. اللي انت صاحيه متشيكه ومتنتجه كده على الصبح، رايحه فين؟ لا ده كاجوال شيك على فكره، رايحه لنجوى. يا دي نجوى اللي عرفتينا بيها يا شيخ. وهعدي على منيره بعدين. سلمي لي عليهم. ماشي. حكمت. نعم. انت من امبارح القعده دي؟ ايوه. انت عليكي ذنب بتخلصيه؟ الذنب ذنب عمي اللي جوزني ليك غصب عشان خاطر مصالحه مع عيلتكوا تمشي. طب لما هو ذنب عمك بتخلصيه مني ليه؟ عشان انت دلوك جوزي، يعني حالي ومالي وكل حاجه ليه في الدنيا. افتكرت دلوك اني جوزك؟ كان فين الكلام ده ليلة امبارح؟ اسمع يا بت، أنا صح تربيت في مصر وتعلمت في مدارسها، لكن في الأول والآخر أنا راجل صعيدي، ما أقبلش على نفسي، واحدة ما رضياش بي، ونظام لو الدراع بتاع الحريم ده ما يخيلش علي، لو ما عاوزاني شيء أطلقك ودلوك. لكن لو عاوزاني ومن غير غصب أحطك في عينيا التنين وخليكي ست الناس كلها، ولو ليكي حق فخر الدنيا حجبهولك، بس كله في الادب والوصول. حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك، فاهمه ولا لا؟ يا ست، انت دخلت المحل وخرجتي من غير ما تشتري حاجه، ممكن اعرف ليه؟ ما لقيتش طلبي. وطلبك ايه ان شاء الله؟ نشادر شابه حبه البركه. كل الحاجات دي موجودة عندنا بعون الله. الراجل اللي جوه قال لي مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي معايا وأنا أجيب لك طلبك. تعالي يا ست. يا منير، يا منير. يا ابني يا حبيبي، أنت مش عندك شابة وحبة البركة؟ في ومفيش. يعني إيه في ومفيش؟ فزورة دي ولا إيه؟ لا بقى مش فزورة حاجة، الشابة عجزت خلاص ولبست بالحيط، ما عادتش شابة. وحبة البركة عطنت وعفنت وراحت منها البركة. يا ساتر يا رب، مش عايزة حاجة يا أخويا. السلام عليكم. مفيش سلام يا أخويا. سلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. أنت يا ابني بتطفش الزباين. ودول زباين دول؟
كل واحده داخله مطبقه جوز جنيهات في ايديها وعايزه تشيل المحل كله. روضه يا ابني، احنا هنتبطل على رزق ربنا يابا. ابا وانا ما بتبطرش، كل اللي احنا بنجمعه ده شويه ملاليم، احنا عايزين بقى نشرط بطنا ونعدي ونشتغل في الملايين والالوفات. انت عارف تكسب قروش لما هتكسب الوفات؟ انا مش عارف انت طالع لمين وعامل لي نفسك فلحوس. يابا اسمع كلامي يابا، احنا عايزين نطور المكان، عايزين نشتغل حاجه تانية خالص. تشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ عايزين نفتح المحل ده سايبر او كوفي، وبدل الزباله بتاعت العطاره دي اللي كل شويه نعطس منها طول النهار. والله ما زباله الا دماغك وافكارك الخايبه. جكنست العطار بتتباع بفلوس يا خايب، والعطاره اللي مش عاجباك دي هي اللي ربتك وخلتك انت واخواتك بني ادمين. اهو احنا اتربينا من كناسه العطار يابا، عشان خاطري بقى، عشان خاطري بقى ما تحطمنيش، ما تحطمش مع طموحاتي. طموحاتك؟ طموحاتك ايه يا فاشل؟ ده النمله بتفهم احسن منك. ده انت قعدت في الثانويه العامه 5 سنين وتقول لي طموحات؟ ما هو خالك برضه كان عنده طموحات واخرته او مرمي في السجن وعليك انبيالات وشيكات. على السلام. اتأخرت ليه؟ ما انت عارف يا باشا، واني جاي لازم انا امن نفسي، العيون كتير والبصاصين اكتر. طب اتلقى حاضر. اوامرك يا باشا. تسلم. اخر الاخبار ايه؟ دياب اتجوز بنت اسمها حكمت من عيلة الطرشنة، عمها يبقى صادق طرشنة عضو مجلس الشعب عند دايرتهم هناك. دايرتهم دي عماله توسع وكل يوم بيدخلها عضو جديد. واضح يا باشا ان صادق ده هيبقى شريك معاهم في العمليه اللي جايه، وده طبعا هيقوي موقفهم ويخليهم في العلالي على الاخر. اخرتهم على ايديا ان شاء الله. والطلعه الجايه دي امتى؟ لا انا ما اعرفش، انا عارف ان هم بيرتبوا العمليه كبيره، لكن كل التفاصيل لحد دلوقتي ما عرفتهاش. اسمع على طرطق ودانك كويس يا باشا. انا زرعك هناك مش عشان تقول لي ما عرفتهاش، عشان تعرف لي دبه النمله. مش قادر زي ما زرعتك هقلعك يا طاهر مصطيق. ما تقلقش يا باشا، طالما زرعتني والنعمه الشريفه هتحصد خير ان شاء الله. يا اهلا يا اهلا. العواف العواف يا اختي، منورين يا نسوين، منوره يا مهريدي، منوره يا ام سلامه. ده نورك يا هان. خبر ايه بقى انتوا؟ ليه ما بقيتوش تشتروا من عندي الزيت والسكر زي الاول؟ ولا خلاص اتزبنتوا على حته تانيه؟ يا اختي لا تانيه ولا تالتي، ما انت عارفه الراجل قاعد في البيت من غير شغل والمعايش باجت على الجد، ويا دوب كل اللي بيطلع لنا من الجراتين بناكل منه. ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله. ما احنا جايين عشان كده وعشمانين فيكي خير. خير ان شاء الله. كنا عايزين جوزك سي طاهر المصطيهي يتوسط لعربي جوزك ويشوف له اي شغلانه بدل ما هو عاطف كده. يشغله ايه بس؟ ما انت عارفه سي طاهر جوزي مسؤول كبير قوي في الداخليه، والداخليه لا يمكن يقبلوا عرابي جوزك ابدا. ليه بقى ان شاء الله؟ ماله عرابي؟ عنده سابقه يا هبلي ومسجل عندهم. ولا انت نسيتي الراجل اللي بطحه بالفاس جاب اجله؟ مسي طاهر بيعمل خدمات للبلد كلاته وبياخد ثمنها كمان، واني جايبه الثمن معايا اهو، يعني مش هيعمل حاجه ببلاش يا هاني. وريني جايبه ايه؟
بصي يا اختي بصي وملي عينك. ايه ده فطير مشلتت يا شيخة روحي، ده ما فيش اكتر منه عندنا. ما هي جايبه لك كمان معزة، عايزه ايه تاني؟ ايوه كده، هي دي الزيارات ولا بلاش؟ ها قلتي ايه يا هاني؟ من عينيا الاثنين، اول ما سيطهر جوزي يرجع في اجازه هقول له على عربي جوزك، واكيد هيشغله عند حد من معارفه. ما انتوا عارفينه مسؤول كبير قوي في الداخليه وكلمته مسموعه. يا ما انت كريم يا رب يسمع من بوقة ربنا. طالما تشدكت بالحلاوه بوقي يبقى هيحصل ان شاء الله يا رب. امسكي يا هان. لفين لفين، خدي يا هان. هاتي يا اختي بالاذن احنا باقي. اتفضلوا اذنكم معاك. اوعي تنسينا. ما تخافيش، مع الف سلامه. سلام. جبت كامل المصطهي؟ ايوه هو. هو فين؟ نايم جو. انا داخل اصحيه. حلك حلك يا جدعين. وسع يا وليه. يا كامل انت، يا كامل انت عزفت في الزقوم. مين ابو عزوز؟ جيت امتى من بلدكم؟ مش موضوعك يا نصاب، بقى انت تضحك علياني وتقول لاخوك اللي شغال في الداخليه هيقطع المحضر بتاع اخويا اللي اتمسك بالحشيش وتلهف مني 5000 جنيه وادوش الضيف وبقالي شهر ونص ما شفتكش. اباي عليك ابو عزوز وعلى عصبيتك، ليك وهتاخد وعليا هديك. اقعد بس نتفاهم. اعملي شاي ام البنات. حاضر. ولا شاي ولا قهوه، انا هقعد اهو بس عايز فلوسي يا نصاب. يا جدع قلت لك ليك وهتاخد وعليا هديك، داني بتحرج عشانك وانت ولا على بالك. اعملهم عليا يا اخويا اعملهم. ما انت ما ادريتش باللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ الضابط شاف المحضر قبل ما نقطعه وحوله للنيابه ووجد قضيه. ما انا عارف، ومن ساعتها اخويا موجود في الحجز يا نصاب يا نوري. بس ما تقولش نصاب، انت ما تعرفش انا بعمل ايه عشان خاطرك، وفلوسك لو عايزها اردها لك على دير مالي. طب ليه امنع عليها؟ بس اسمعني الاول، انا عندي ليك الحل وبعدها اعمل ما بدالك. ايه هو الحل ده؟ الحرز وملف القضيه في المحكمه، لو عرفنا ناخدهم يبقى مفيش قضيه واخوك يرجع لك بالسلامه. وهناخدهم ازاي يا فالح؟ انا عندي اللي يجيبهولنا بس مهره كتير. هياخد كام يعني؟ 2000 جنيه ما ينقصوش مالي. لو على كده تكون هينه، بس والنعمه الشريفه لو كنت بتنصب عليا المره دي لكون دبحك ودهن بدمك الحيطان. عيب عليك يا ابو عزوز، ده انت حبيبي لايمني. اتفضل. ومتى نقدر نتحصل على الملف ده؟ ان شاء الله في اقرب فرصه. سك على الشاي ام البنات، وانت بقى سافر دلوقتي على بلدكم، وانا ان شاء الله ما اخلص المصلحه هكلم. لما نشوف اخرتها معاك ايه يا كامل؟ اخرتها فل وعسل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بص اهدي يا كامل. كيف صالح انت؟ ده موضوع شغل. ماليش صالح ازاي؟ بقى كده؟ طب لما يجي سطهر جوزي من الداخليه هقول له وهو هيعرف شغله معاه. قولي له يا اختي، نيل عليك انت وهو في يوم واحد. ظهر كده انها ابتدت تفرق. مش فاهمه. عارفه يا حبيبتي، انا حاسس ان ربنا بيحبني قوي. اكيد ربنا بيحبك، طالما انا معاك يبقى بيحبك وقوي كمان. مش قوي يعني؟ مش قوي. طب اوعى يا ساهر. طب استني، انا بهزر والله بهزر. انا اقصد يعني ان انا كسبت احلى قضيه في حياتي وربنا كرمني بيكي. ايه يا ساهر ده، ما انت بتعرف تقول اهو. لا عيب عليكي، ده انا لبلب. ده انت يا بنتي ما بتشوفنيش لما بقف في المحكمه بتكلم ازاي. حلو قوي اللي انت بتقوله ده، بس الكلام بقى لازم تلحقه بادله وبراهين كده وبسرعه. انا موافق. الدليل رقم واحد ان انا اتجوزت حضرتك. تمام. انا بقى الدليل رقم اتنين ان انا قررت ان انا اخد في حضرتك سجن مؤبد. قررت تاخد في حضرتي انا سجن مؤبد؟ اوعى بقى المره دي بجد. استني استني، انا بهزر والله. انا اقصد يعني ان هو سجن بمزاجي. سجن بمزاجك؟ حسام ايه بس ده وقته؟ هو اخوك ده مش هيبطل ينط كده كل شويه؟ ده حسام الهلالي يا ابني، اخرس خالص. طب يا ستي. يا حسام ازيك يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان يا حبيبتي. بتعملوا ايه ولا جينا في وقت مش مناسب؟ ده انتوا تشرفوا وتنوروا في اي وقت. الجواز عامل ايه يا شهند؟ يا سلمى مستعجله على ايه؟ بكره تعرفي. طب اديني جوزك. اديهولي اديهولي. حاضر حسام.
الو. ايوه حسام. اخبارك ايه يا عريس؟ ايه الهاني مون عامل ايه؟ مهيصين ولا مفيصين؟ تمام يا معلم ومهيصين على الاخر. مهيصين؟ طب افتح السبيكر. يلا افتح افتح كمان السبيكر يا حسام. حاضر يا سيدي ادي السبيكر. اوعى ازاي بالبشر اللي جنبك ده يتعرض لك باي اذى. لو فكر كلميني وانا ابقى عندك في اقل من ثانيه. ده انت بتتلكك عشان تيجي بقى. عموما تنور يا سيدي. اخت اخويا وبحافظ عليها. وبعدين انا واثق فيك والا ما كنتش جوزتها لك بايديا اللي عايز اقطعها. بس الحقيقه مش واثق في الشيطان اللي جواك يا سيدي. طب وبالنسبه للشيطان اللي جواك يعني مع اختي ايه الاخبار؟ انا شيطاني ملاك. حتى اسمع حسام. انت بتبوسها ولا ايه؟ وانت مالك يا مراته كاتبين كتابنا ما تزهقناش. طيب يا سيدي ربنا يسعدك. بقولك يا حسام احنا هنستأذن بقى عشان عندنا اجتماع صغير كده. ها عندك ايه يا اخويا؟ اجتماع؟ انت بتقلبنا؟ عاجبك كده يا شاهين ده؟ جبت التهزيق لاخوكي؟ اعمل ايه بقى يا حسام؟ جوزي وما اقدرش اكسر له كلام. والله بقى ليكي جوز خليه ينفعك. حط الغلاسه بقى يا حسام. سيبهم. ايه اللي سيبهم يعني؟ ايه سيبهم يعني؟ ما ده معاه اختي وهي. خلاص يلا يا جماعه هاف ا نايس تايم. هنسيبكم بقى. باي باي يا سلمى. باي باي. باي. هاف ا نايس تايم. اه يا بختي. والله لو ما كان الجواز حلال لكنت رجمتهم الاثنين. ايه الغلاسه دي؟ انت غيران منهم ولا ايه؟ بصراحه؟ اه غيران. اشمعنى هم يعني واحنا مش ليه؟ ليه؟ انت مستعجل على ايه؟ يعني انت مش مستعجله؟ مستعجلة بس يعني. طيب ما تقوليليش بقى مستعجلة اهو زي بس ايه بقى؟ بس انا مستنية اليوم ده من اول ما اتولدت ف يعني. أيوة؟ في حاجات معينة في الفرح عايزة اعملها بالطريقة اللي انا عايزاها فعايزة انظمها صح. بس اوعدك ان كله هيبقى صح. كل شيء هياخد حقه وكله حق. اخرج بيت التليفون وسنين. الو. يعني ايه العيال زوغت من؟ انا مش فاهم حامد ده بيعمل ايه. هما دخلوه كليه شرطه ازاي؟ قال عليها مراقبه اتزوغ منه ازاي؟ ماشي ماشي انا جاي لكم. انا جاي لكم. سلام. انا مش فاهم هتجنن والله. الله اسف يا سلمى وحاط ربنا غصب عني. ديكي سامع المكالمه بنفسك. حامد اصلي كان العيال عليهم مراقبه ف ما تزعليش مني بقى. لف وارجع يا ريس. لف وارجع. مفيش نصيب. مفيش نصيب. الله يسلمك يا جزمة. انت يا ولية يا هانم. نفسي اعرف مين الضرير اللي سماكي هانم يا ولية. صباير الحمد لله على السلامة يا ابو البنات. يا ولية يا خرفانة انت. 100 مرة اقول لك بلاش تقولي لي يا ابو البنات دي. لا لا انت مش ابوهم ولا مش ابوهم. ما انت ابوهم يعني. خلاص انت هتقعدي تلتي وتعجني اتناولي عني. ده اني ظهري وجعني من اللف والدوران بيهم طول النهار. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الخير ده كله؟ عايزك يا وليه تعملي لنا المصارين دي اباوه. غباوه غباوه اباوه اباوه يا ام الغباوه كلها. اباوه يعني تحشيها لحمه ورز جنب الفيشة والكرشة وام الشلاتين. ام الشلاتين دلل عيد يا ولاد. طب ايه وايه ايه وايه كده من قدامي؟ ايه ايه؟ امال البنات فين يا ولي؟ بيزربحوا في الترق. بيزربحوا؟ الهي يزربحوا كيف زير يا بعيدي. هو انت يا ولي يعني مش قايل لك بلاش تخلي البنات يروحوا يزربحوا في الترق؟ انت عايزه يجي لهم بالهريسي؟ بالهريسي اهكف الله الشر. ماني طول عمري بزربح في الترعه دي والحمد لله زي الفل. ها فل دبلان ومنتن على طول كده كاتمني ومش عاجبك يا سطاه. ما هو من عمايلك يا ولي ومن قله اهتمامك بنفسك يا ساتر. ده ايه الريحه المنتنه؟ فين يا ولي ازازه الريحه اللي انا جايبها لك؟ بصراحه اندشت. اندشت اندشت ولا بعتيه؟ ماني اصلي عارف انت فيها عمار بينك وبين النتانه. يلا يا ولي يلا غوري اعملي لنا لقمه نطفعها. والله ماني عارف اذا كنت بتطبخي بايديكي ولا برجلاكي. يلا غوري. كنت هنسى. فيه ايه تاني؟ فيه كم واحد من اهل البلد قاصدينك في خدمه ودفعوا لك المعلوم. طب لما نطفح الطفح اللي هتعمله لنا ابقي مليني اساميهم ووريني المعلوم اللي دفعوه بعيني عشان اتاكد. حاضر. كنت هنسى. وما بتنسيش ليه؟ فيه واحد جهل اخوك كامل وسمعت ان كامل خد على حسك منه 5000 جنيه وما سالته قال لي مالكيش صالح انت. مالكيش صالح ازاي؟
ايه؟ يعني هو ينصب باسمي ويقول لك مالكيش صالح؟ ماشي، عايز تاكل حقي؟ ماشي يا خسيس يا كامل يا نيتي. امال ابويا فين؟ نايم زي العاده، ما بيتحركش من الفرشه. طب يلا غوري، ولو في حاجه افتكرتيه انسيه. حاضر. يعني ايه حل في شويه عيال بتلات تعريف ولا راحه ولا جوم اكلفك تراقبهم تيجي تقول لي زوجوا مني؟ يعني ايه؟ ما هو يا باشا اصل ما هو انت هتمهمه لي؟ انت عارف انت خسرتنا ايه تصرفك ده؟ انت ضيعت مننا طرف الخيط اللي كان هيوصلنا للواد بتاع السبتيه اللي احنا داخلين عليه. يا باشا العيال دخلوا من عماره خرجوا من الباب الثاني، يا باشا اعمل ايه؟ والمخبرين اللي معاك كانوا بيشيشوا، وانت كنت بتعمل بلاي ستيشن ولا بتنص مصاصه ولا بتعمل ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي تعمل ايه. ده مش رد يا باشا، ده عذر اقبح من ذنب يا باشا. ألف به مراقبة إنك ترصد المتهم بتاعك وترفع أماكن دخول وخروج يا باشا، مش تيجي تقول لي باب وباب. يا باشا ملوش لازمة الكلام ده، أنا عندي خطة جديدة وهنزل أجيب لك العيال دي. قول يا مانويل يا روزيه، 3 5 2 ولا 4 2 4 هتلعب بتين راس حربة ولا هتوقف أحمد السايب ورا؟ خطة إيه وسيفت إيه؟ هتعتزل إيه؟ حامد ما ينزلش مأمورات لوحده تاني، اتفضل على مكتبك يا باشمهندس. بص لي، اصغرني، صورني، أنت عايز تفيشني؟ تاخد بطاقتي؟ يلا باشا. سلام يا باشا. يا حس بالراحة الوقت شوية، ده انت غسلته ونشرته كمان. انت مش شايفه معتز كل مرة يجعلي بمصيبة وكل مرة بصالحه وانزله مأمورات وما بتعلمش.